ينضم الينا عبر الهاتف من واشنطن دكتور هاشم كريم المحلل السياسي. مساء الخير دكتور هاشم، اهلا بحضرتك معانا في حلقه النهارده من خبر اليوم. وخليني ابدا مع حضرتك ب يعني التطورات الاخيره في الولايات المهمه اللي ما زالت الانظار بتتجه اليها. يعني قلب جو بايدن الطاوله فيما يتعلق ببنسلفانيا وجورجيا، وبيبدو انه بيحقق تقدم في هذه الولايات. فرأي حضرتك، هل يعني متوقع انه جو بايدن بيقرب اكتر للبيت الابيض، ولا ممكن يعني مفاجأة تتحقق بشكل عكسي في هذه الولايات ويتقدم ترامب؟ لا، للاسف الشديد يعني قد يكون هناك قتل لترامب. ويعني تقريبا بايدن كل اللي محتاجه ولايه واحده اللي هي بنسلفانيا من اربع خمس ولايات اللي بيتكلموا عليهم، اللي هي فيها 20 صوت، هو محتاج بالضبط منهم 17 صوت لا اكثر ولا اقل. والانتخابات في ولايه بنسلفانيا يعني بتتقدم، وحاليا تقريبا عنده فوق ال 23,000، يعني كميه لا يمكن الطعن فيها. ولكن بالنسبه للولايات الاخرى اللي هو بيتكلم ان في عدد المخالين 1600، ده ممكن يعادل الانتخاب. كل ما يطلبه اعاده فرز الاصوات وليس اعاده الانتخابات. فاعاده فرز الاصوات هتتم امام لجنه للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكل النتيجه في النهائيه يعني اعتماد هذه النتيجة نهائيا. وإذا حتى لم تكن في صالح بايدن فلن تؤثر عليه على الإطلاق، لأن بايدن حاليا متفوق في الولايات الأخرى واللي هو بيتكلم عليها، ويسكونسن أند آن، كل ده طبعا هو متفوق فيه. الكلام كله دلوقتي هو طبعا يهم جدا للأسف الشديد ترامب ولاية بنسلفانيا اللي فيها 20 صوت، وهي ديت يعني الكمية الحاكمة في عملية التصويت. طيب خلينا واحنا بنتكلم مع حضرتك نتابع على الخريطة هذه الولايات واخر الارقام اللي يعني حصل عليها كل من الطرفين في هذه الولايات المهمة. يعني حضرتك اشرت لي بنسلفانيا طبعا وكل انظار بتتجه اليها. على الخريطة خريطة الولايات المتحدة الامريكية ممكن ان احنا نشوف مع حضراتكم هذه الولايات المظللة باللون الرمادي، لانه حتى اللحظة طبعا لم يتم حسم فيها. هنشوف بنسلفانيا في البداية، وهي دي اللي بنقول انها قلبت الاوضاع في الفترة الاخيرة لما بايدن تقدم فيها، بس كمان التقدم طفيف جدا، 49.5% لبايدن، 49.3% لدونالد ترامب. بتأتي كمان ولاية جورجيا وهي من الولايات اللي اصبح بايدن بيتقدم فيها، 49.4 لبايدن، 49.4 كمان لترامب. فرق الاصوات كمان قليل جدا بين الطرفين. وهنا خلونا نفتكر انه القائمين على اللجنه الانتخابيه في الولايه قالوا انه في ظل نسبه يعني فرق قليل بين الطرفين ممكن يعاد فرز الاصوات مره اخرى اذا كان ربما اقل من 1%. غير جورجيا وبنسلفانيا في كمان نيفادا، وهي ولايه ليها ست اصوات في المجمع الانتخابي، مظبوط، لكن كمان بيهتموا بيها جدا دلوقتي لانها ممكن انها تحسم الامور. كمان هنشوف بايدن متقدم على ترامب، 49.7 لبايدن، 48.1 لترامب. في كمان ولايتين مهمين، نورث كارولينا واريزونا. نورث كارولينا في الشرق ايضا دونالد ترامب يعني هو المتقدم فيها، 50% لترامب، 48.6 لبايدن. اخر حاجه هنشوفها مع حضراتكم على الخريطه هي اريزونا. اريزونا يعني فيها كلام شويه دكتور كريم، يعني في الاول كانوا قالوا انها تتجه لجو بايدن، ثم تراجعوا وقالوا انه لا، ترامب هو اللي بيحقق تقدم. اخر الارقام معانا بتقول ان بايدن هو اللي متقدم وانها تتجه لي يعني اللون الأزرق. أريزونا ليها 11 صوت في المجمع الانتخابي دكتور كريم، يعني هل الاهتمام أصبح الآن بنسلفانيا وجورجيا لأنه دول اللي كان متقدم فيهم دونالد ترامب وبعدين أصبحوا بيميلوا لبايدن، ولا ممكن كمان أريزونا تقلب الوضع؟
لا أريزونا ما أعتقدش إنها تقلب الوضع، لأن هي فيها كذا وكان متقدم فيها بكذا و40 صوت أساسا، وممكن لو حصل إعادة تنظيم مرة أخرى تكون النتيجة اللي هو تأثير بعض الأصوات، ولكن ربما كما ذكرت حاليا إذا حصل بايدن على الأصوات في بنسلفانيا انتهى الموضوع تماما بالنسبة له، لا يهم جميع الولايات الأخرى على الإطلاق، لأنه كده هيحصل على فوق ال 270 صوت المطلوبين. وهذا هو حاليا ما يقدروش يتعاملوا في انتخابات أي ولاية، من إنما عايز الولايات كلها عاملة كذا و20,000 وكذا و30,000، فما تقدرش تطعن فيها بالكامل. هو ممكن الطعن حاليا في بعض القنوات بعض أو بالولايات الأخرى اللي هي العدد فيها قليل جدا، ممكن إعادة الفرز مرة أخرى. زي جورجيا مثلا. طيب دكتور كرايم، طبعا في اتهامات متكرره من دونالد ترامب بتزوير الانتخابات بشكل عام، هذه الاتهامات يعني الخطيره، هل في ادله بتدعم هذه الاتهامات؟ وبالتالي من الممكن ان يكون في مثلا لجنه تقصي حقائق، يكون في تحرك اكثر جديه لمواجهه هذه او التحقق من هذه الاتهامات؟ هو في الواضح حال هذا الكلام منذ ايام، ولجنه الانتخابات في الولايات اللي هو كان بيتكلم عليها اعلنت تماما انه لا يوجد هناك اي تزوير. هو كل المشكله بالنسبه له بيتكلم على الاصوات اللي هي راحت بالبريد وبيبدا دلوقتي فرزها، وهي دي اللي عامله المشكله. هو بيعترض على ان هذه الاصوات راحت بالبريد وكان يجب فرزها يوم 20، النهارده بيتم فرزها بعد الانتخابات 3 ايام. لا بس بيتكلم كمان على انه وجدوا بطاقات لمتوفين عدلوا باصواتهم، كمان في اخر خبر انه تم القبض على شخص بيهرب بطاقات انتخابيه على الحدود مع كندا، بطاقات من البريد يعني. هل كل دي يعني اتهامات يعني وقائع ممكن تدعم كلامه؟ لعلم سيادتك في جميع الانتخابات، وهذا موجود هنا من سنه 71، في جميع الانتخابات دائما على مستوى الولايه او المحليات او الحكومه الفدراليه دائما في بعض الاصوات اللي بيتم استبعادها، قيلت مزوره او مسيئه فهمها او لا تصلح للتصويت، بيحصل هذا الكلام موجود، انما مش بالنسبه لنا. يعني هم لو لهم في تقديري انا 10,000 ولا 5,000 ولا 300 ولا 400 موجودين بطاقات تزوير، مش حتى لو لقوها مش هتأثر على الانتخابات، مش هتأثر على هذا. انت بتتكلم النهارده على اللي دخل الانتخابات حاليا حوالي 170 او 160 مليون خلال ايام، لابد ان يكون هناك ربما بعض اما الاخطاء او الاهمال في بعض، انما ليست، انما اللي تم تماما الفحص وان هناك اتجاه للتزوير وهناك الاتجاه لعدم الصلاحيه. ايوه استطلاعات الانتخابات في هذه المنطقه، وهذا لم يحدث ابدا للعلم. نعم. طيب سؤال اخير، يعني جو بايدن متوقع انه يكون ليه كلمه النهارده دكتور كريم، تتوقع يعني ايه اللي هياتي في هذه الكلمه؟ كلمته اللي هتقال النهارده تقريبا بالتوقيت اللي هنا بعد الظهر، على اساس ان هو بيطلب بما معناها عمليه الصبر والتحلي بالهدوء، وان هو لو جه رئيس هيبقى للي انتخبوه واللي رفضوه، ان هو يهمه قال لك يهمني عمليه الوحده مره اخرى وتوحيد الصف الامريكي، عشان عندنا مشاكل كثيره عايزين نحلها، وان هو بيضغط ان يكون هناك هدوء كامل وليس هناك تعصب واي مشكله اخرى ممكن تحل بالقانون. متوقع النتيجه تظهر امتى؟ اعتقد يمكن على الساعه 7 8 هتكون بعض النتائج واضحه تماما. هو اهم نتيجه فيهم 7 8 بتوقيت الولايات المتحده، بتوقيت نيويورك. اللي انا اهم حاجه فيهم هو بنسلفانيا، لانه بايدن عنده حاليا مضمون 253 صوت في جيبه حاليا، لو اخذ ال 20 صوت انتهى الموقف، عنده 273. نعم. اذا هو يعني ياخد فيما بعد هذا
ربما لا يعنيه أو ليس هناك مانع من إضافة هذه الأصوات. شكرا جزيلا دكتور هاشم كريم المحلل السياسي، كنت معنا عبر واشنطن.